تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. حقيقة المعجزة الاقتصادية الأمريكية في عهد الرئيس ترامب. الرئيس ترامب بدأ بشعبية ضعيفة، لكن في يوليو 2018 كان في استطلاع رأي شعبيته زادت جدا، أكتر فترة فيها شعبية للرئيس ترامب. ده بيتوازى مع إنجازات اقتصادية واضحة. الملف الاقتصادي مهم جدا جدا في حكم الأمريكان على الرئيس. فبعد ما كان معدل النمو لمدة طويلة 2% 2.2%، الرئيس ترامب قال هيوصل 3% وأكتر، طلع إنه الفصل الثاني وصل إلى 4.1%. فالرئيس ترامب قال إن في معجزة اقتصادية بدأ تحقيقها في أمريكا. نيويورك تايمز بتقول إن ده أكتر أداء اقتصادي قوي منذ 10 سنوات. معدل البطالة اللي كان مرتفع يصل إلى 10% نزل إلى 4%. الصناعة اللي كانت متراجعة انتعشت، وبعض المصانع ما عملتش وظائف جديدة من 20 سنة، وظفت ناس السنتين اللي فاتوا لأول مرة من 20 سنة. فالصناعات رجعت بقوة، الوظائف نمت بقوة، البطالة من 10% ل4%، معدل النمو من 2.2% إلى 4.1%، وفي كلام إنه هيستمر معدل النمو في ازدياد. الرئيس ترامب بيصف ده إنه معجزة، وإن ده اللي عمله شعبية حقيقية في أمريكا. لكن الطرف الآخر بيقول ده مش صحيح، وده انتعاش مؤقت، ودي مش معجزة اقتصادية، وإن بعد شوية هنلاقي إن ده لأسباب طارئة لن تتكرر، وبعد كده النظام الاقتصادي الأمريكي هيدخل في أزمة. إذن رغم إنه الديمقراطيين بيقولوا انتعاش مؤقت وأزمة اقتصادية قادمة، الرئيس ترامب بيتكلم عن معجزة اقتصادية راهنة. الاتحاد السوفيتي كان يعتبر الصين العدو رقم واحد في العالم. الاتحاد السوفيتي دولة شيوعية، والصين دولة شيوعية، وبالتالي المنطقي ان هما حلفاء. امريكا دولة رأسمالية، يبقى اذا بالنسبة للاتحاد السوفيتي مين اكبر عدو؟ امريكا. انما هناك تقديرات فكرية انه مش امريكا، وإنما كان الاتحاد السوفيتي بيعتبر إنه الاتحاد السوفيتي يعتبر أن الصين هي العدو رقم واحد، مش أمريكا هي العدو رقم واحد. الصين حضراتكم قعدت فترة كده قرن 18 19 عندها مشاكل كتير قوي، تخلف اقتصادي واضح، وضع اجتماعي صعب جدا، كل الأجانب لهم نفوذ في الصين، كانت مرتع للأجانب، كل الدول الأوروبية تقريبا كان لها نفوذ في الصين. وبعد كده حصل نفوذ روسي قوي قبل الاتحاد السوفيتي، أيام روسيا القيصرية كان في نفوذ روسي قوي في الصين، نفوذ بريطاني قوي في الصين في حرب الأفيون الشهيرة، اللي هو بريطانيا شنت حرب على الصين عشان تجبرها على استيراد الأفيون، رغم أن الصين أوقفت استيراد الأفيون، ومع ذلك أجبرت بموجب حرب بريطانية عليها أنها تستورد الأفيون. كان في إهانة للأداء العام أو الأداء السياسي للنخبة الصينية الحاكمة في ذلك الوقت. كان في نفوذ ياباني واحتلال ياباني لأجزاء واسعة من الصين. كان في نفوذ روسي، وبناء على ذلك كان في معاهدة اسمها معاهدة 1858. المعاهدة ديت بين الروس وبين الصينيين، والطريف في المعاهدة ديت إن الروس كانوا دخلوا ووصلوا إلى يعني قلب الدولة الصينية، وضموا أراضي إلى روسيا، وبعدين قعدوا مع المفاوضين والدبلوماسيين الصينيين عشان يرسموا الخريطة، عشان يحطوا خطوط فاصلة. فالروس عزموا الدبلوماسيين الصينيين على كمية هائلة من الخمور، لغاية ما سكروا تماما الدبلوماسيين الصينيين، وهم أثناء السكر الشديد
والثمالة الشديدة، وهم في ثاملين تماما وقعوا خط كده أو وضعوا خط للحدود بين الدولتين، فوجئت الحكومة الصينية بأن ممثليها وضعوا هذا الخط، وتم إعدام الدبلوماسيين السكارى بالكامل. لكن ده يبين مستوى الأداء، إن في احتلال من كام دولة، نفوذ أجنبي من كل مكان، حرب إلى أفيون، سكارى بيوقعوا خرائط بلادهم مع أطراف أخرى، بنتكلم على وضع صعب للغاية. حتى عام 1949 ده تاريخ فاصل، ماو تسي تونغ الزعيم ماو زعيما للصين الشيوعية. الأمريكان ما اعترفوش بالصين، وقالوا الصين هي الجزيرة الصغيرة فرموزة أو تايوان، إن دي الصين اللي لها مقعد في الأمم المتحدة. لكن الصين العملاقة دي كلها لم تعترف بيها أمريكا، وقالوا على الزعيم ماو تسي تونغ وعلى قادة الحكم في الصين إن دول قطاع طرق. الصينيين أيام ماو كانوا علاقة قوية جدا جدا بالاتحاد السوفيتي أيام ستالين. يبقى أيام ماو وستالين في تحالف كبير جدا بين قوتين شيوعيتين عملاقتين، الصين والاتحاد السوفيتي. مات ستالين وماتت المودة بين الدولتين، والصين بدأت تدرك إن خروشوف ما هوش ستالين، وبدأ خروشوف نفسه بيقول مش عايزين نقدس ستالين، وعبادة الفرد انتهت وننتقد عصر ستالين. ماو اعتبر إن الكلام ده عليه، لأن هو أصلا عايش عبادة الفرد، الناس بتعبده في الصين، وهو زي ستالين وأكتر، وبالتالي أي نقد لستالين هو نقد للصين. واللي يقول لأ لعبادة الفرد في الاتحاد السوفيتي هو بيقول لأ لعبادة الفرد في الصين. فبدأ صراع صيني سوفيتي، وبدأ صراع بين الزعيم ماو وبين الزعيم خروشوف. جات أزمة الصواريخ الكوبية أوائل الستينات، وبعدين تراجع الاتحاد السوفيتي، وخروشوف تراجع، والحمد لله تم إنقاذ العالم وقتها من حرب نووية. إنما الزعيم ماو بدأ يتكلم بطريقة مش كويسة على السوفيت، وإن هم انهزاميين، وإن هم انسحقوا، وإن هم فرطوا. طيب ما ممكن تحصل حرب نووية. الرئيس ماو ما كانش عنده فكر كبير في هذا الإطار طبقا للبعض، منهم أحد السفراء تحدث إلى محطة روسيا اليوم في برنامج مهم عن هذه الفترة. ماو ما كانش قلق من أي حرب نووية، يعني تتخوفون بحرب نووية، تقع حرب نووية، وده أول زعيم في التاريخ لا يكترث بفكرة الحرب النووية. إن إيه يعني إيه اللي هيحصل؟ هيموت نص العالم؟ ما يموت نص العالم، النص التاني هيبقى انتصر على الرأسمالية. طبعا أفكار تذهل إنها أفكار ماو تسي تونغ، إن يقول لك نص العالم يموت، إيه يعني حرب نووية؟ بس يبقى هزمنا الرأسمالية، واللي بعد كده هيبقوا جايين في حقبة ما بعد الرأسمالية. وبالتالي كانت أفكار صادمة جدا للسوفييت إذا كان بيقولها ماو تسي تونغ بجدية أو بيقولها بعدم جدية. وبدأ ماو تسي تونغ يقول أنا خلاص بقى برجع الإمبراطورية الصينية، وفعلا طبعا ليه دور كبير جدا في إن هو يوحد الدولة الصينية، وقال إن هو في إطار ذلك في أراضي كانت بتاعت الصين أخذها الاتحاد السوفيتي، فلازم ترجع، وفي قائمة مطالب لابد أن تتحقق. وده اللي خلى المارشال جريتشكو اللي هو كان وزير الدفاع السوفيتي يقول إن إحنا ممكن نستخدم السلاح النووي ضد الصين. وده أول مرة الاتحاد السوفيتي يفكر إن يضرب الصين بالقنبلة النووية، وإن هو يدمر البرنامج النووي الصيني. لكن ده ما حصلش، لأن السوفيت كانوا شايفين إن ده هيكون كارثة على العالم. الزعيم ماو بدأ بقى خلاص يبعد ويعمل اشتراكية لوحده وشيوعية لوحده، وعمل حاجتين في منتهى الغرابة، حاجة اسمها القفزة الكبرى، وكانت قفزة كبرى فعلا بس إلى الوراء. القفزة دي مات فيها 20 مليون إنسان، بهدف إنه يعمل تقدم اقتصادي وتنمية ورخاء. مات 20 مليون إنسان في هذه القفزة الكبرى. وبعدها قال لك الثورة الثقافية، وبدأ يشوف الطلاب والشباب الثوار اللي هم أنصاره
عشان يتخلص من كل منافسيه ويصبح إلها للصين. فالرئيس ماو أطلق الثورة الثقافية، والشاب المنفعل خرج من كل مكان وبهدل الدنيا في الصين. خشوا على الموظفين في كل الإدارات يطلعوهم ويجروهم في الشوارع، بهدلوا كل الدولة الصينية والمؤسسات الصينية في حقبة الثورة الثقافية اللي هي فوضى كاملة، لكنها فوضى برعاية الرئيس مو تسي تونغ. وكان الطلاب بيدخلوا في جامعة بكين، أخذوا مرة رئيس الجامعة وبعدين قطعوا صوابعه وبعدين عبوه في كيس ورموه من الدور الثاني. فتخيل دولة فيها تقاليد عريقة وعظيمة جدا تصل فيها ما تسمى الثورة الثقافية إلى هذا الحد. انهيار كبير جدا حصل سواء في القفزة الكبرى أو في الثورة الثقافية، إنما التباعد بقى كبير جدا بين الاتحاد السوفيتي وبين الصين. والسوفيتي كان رأيهم إن الأمريكان عاقلين وفاهمين يعني إيه حرب نووية، إنما واتش تونج عنده أفكار بدائية، منها إنه لو مات نص العالم مش مهم، المهم تنتصر الشيوعية، كأن اللي هيفضلوا هيكونوا أعداء للرأسمالية أو أصلا هيفضل حد في العالم فيما بعد. في كل الأحوال الاتحاد السوفيتي بناء على ذلك فكر إنه يخوض حرب. وفي 69 كان في حرب حدود فعلا، ودي الحرب اللي فيها وزير الدفاع قال ممكن نضرب الصين بالقنبلة النووية، والصين وقتها اعتبرت إن الاتحاد السوفيتي العدو رقم واحد، والسوفيت اعتبروا الصين العدو رقم واحد، وبقى في تقارب سوفيتي أمريكي وبقى في تقارب صيني أمريكي، وكل طرف بيستقوى بأمريكا على الطرف الآخر. هنا درس خطير جدا في التاريخ، ايديولوجيا واحدة، عقيدة سياسية واحدة، فكر واحد، مناضلين ثوار، نفس الأهداف المعلنة، ومع ذلك افترقت المصالح وافترقت الرؤى. وفيهم دولة فكرت تضرب الدولة التانية بالقنبلة النووية، والدولة التانية أكيد فكرت تضرب الدولة الأولى بالقنبلة النووية، وإن مفيش مشكلة لو أي دولة انتهت أو نص العالم انتهى، لما يبقى في الإخوة الأعداء، الإيديولوجيا التي لا تمنع أبنائها من الصراع أو الصدام أو الحرب. إنها مفارقة تاريخية خطيرة للغاية حين كان الاتحاد السوفيتي يعتبر الصين العدو رقم واحد، وحين كان ماو يقول إن الاتحاد السوفيتي عدونا الأول. في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل هنشوف بعض مقاطع الفيديو. هنشوف في الأول بقى الزعيم مو تسي تونغ اللي احنا قلنا إيه اللي حصل في الثورة الثقافية وفي القفزة الكبرى، إلا إنه كان ليه شعبية خارقة كبيرة جدا، وكان هو نموذج لعبادة الفرد، حيث كان الناس كل يوم ينحنون أمام صورة الزعيم المؤلة مو تسي تونغ. مصر كانت حاضرة في هذا الصراع، كنا قريبين جدا من الصين، قريبين جدا من الاتحاد السوفيتي. خروشوف كان صديقا لمصر، وهذه مشاهد نادرة فيها الزعيم السوفيتي خروشوف يزور الرئيس جمال عبد الناصر في منزله. برنامج رحلة في الذاكرة، برنامج المتميز على قناة روسيا اليوم، عمل تقرير بقى عن الفترة اللي كان فيها صراع كبير جدا بين الغرب والصين، وتكالب فيه الغرب على الصين. من نفس البرنامج من روسيا اليوم برضه تقرير عن الصراع بين الصين والاتحاد السوفيتي. الآن تاريخ جديد، روسيا قريبة جدا من الصين، والصين قريبة جدا من روسيا، والزعيمان في كل فترة يلتقيان. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.